هنا ماشي فيه عرس سل، راك عارف سيدي الوزير كل شيء فيه. ودابا السل انتشر في الدواوير والناس اللي جايين من مدينه الدار البيضاء وفين كاين روكازمون وبالضبط في جماعه النجاطيه وفي الهراويين. سيد الوزير الا كان ممكن هادشي اللي كتقولوا راه دار على الصعيد الوطني، نبغي حتى هو يشمل حتى اقليم ديونا اللي كاين مجاور مدينه الدار البيضاء، لان راهم كل شيء دارهم، حتى شي حاجه ما كاين لا مستشفى اقليمي لا والو، وتا داء السل راه هو انتشر فيهم. وشكرا. شكرا. تفضل سيدي. هنا لا يخفى عليكم عندنا مدينه الدار البيضاء وخاصه عملة الفداء مر السلطان تعاني منذ القدم من هذه الظاهرة هذه، وأكثر من ذلك ولاو هذوك لا ريزيستونس اللي ولاو ديال هذا الشيء ديال داء السل ولا منتشر، وحنا المجهودات اللي كتقوموا بها محمودة الحمد لله، ولكن لابد باش تكون واحد المقاربة أكثر فعالية بالنسبة للساكنة اللي كتعاني من هذا المرض، وكتعرف الاكتضاد اللي كاين في دار السلطان وكينتشر بواحد الشكل مهول. شكرا لكم سيد الوزير باش تاخذوا بعين الاعتبار هذا المداخلة. شكرا. السيد الوزير، ما هو السبب تأخر في الحاصل في إصلاح وترميم مستشفى بنكريج بإقليم تطوان لعلاج أمراض الصدرية من على خصوص داء السل؟ وقد أنشئ هذا المستشفى منذ عهد الحماية، حيث تم بناؤه سنة 1946 التي كانت الطاقة الاستيعابية 314 سريرا، ويعتبر من المستشفيات التي قدمت خدمات صحية للمرتفقين سواء من ساكنة المدينة أو من مناطق أخرى، في حين لا زالت ساكنة تطوان تنتظر افتتاح هذه المعلمة التاريخية الصحية في وجه المرضى الذين يعانون من هذا المرض الصدري، من هذه الأمراض الصدرية، هو المرضى داء السل اللذان يحتاجان الى متابعه دقيقه، بحيث يسجل المغرب سنويا ما يزيد عن 31 ألف حاله اصابه بداء السل، فيما يصل عدد الوفيات الى 3000 بالنسبه 87 حاله لكل 100 ألف نسمه. شكرا سيدي الوزير المحترم. المغرب وصل ماشي 31، وصل 32429، هذا هو الرقم الحقيقي ديال داء السل. قامت الدوله والقطاع في اطار هذه الاستراتيجيه بمجهودات جد جباره من ناحيه التشخيص المبكر ديال امراض السل. وصلنا لواحد النتيجه ايجابيه ديال ازيد من 90% من النجاعه ديال الدواء متوفر. انما كاين معيقات اللي كتخلي ان مرض ديال السل مازال ما وصلناش الهدف المنشود اللي بغينا. يعني نقدر نقول لك اليوم المجهودات اللي درنا اكثر من النتيجه المتوخات، قدرنا نحدوا من الانتشار ديالو بسرعه لان مع تزايد ديال السكان، ولكن كاين عده عوامل اخرى اللي كتدخل بعين الاعتبار، لان مساله ما كتعلقش ماشي قطاعيه ديال القطاع فقط، ولكن بين القطاعيه، لان كتدخل فيها الفقر، كتدخل فيها الهشاشه، كيدخل فيها الاكتضاض، كيدخل فيها السكن اللي هو فيه المشاكل، كتدخل فيها عده امور، الهواء، بزاف ديال الامور، ولكن اللي هادشي كله كان راه حنا كنحققوا واحد النتيجه ايجابيه. انما باش نقولوا ما ان ما عندناش المعدات ديال التشخيص، عندنا معدات ديال التشخيص، ولكن اللي كيشكلنا اليوم اشكال كبير وعويص وهو داء السل اللي هو ريزيستون لبعض لي زونتي باسيلير، واللي اليوم حنا كنكبوا عليه كنخافوا منه يكون هو السبب اللي كيجعل انه كينتشر هذه الامراض. ولكن استراتيجيه راه على مدى طويل ربما غادي تقدر تعطي الاكل ديالها، وبالتعاون مع القطاعات الاخرى باش نحدوا من داك لا بروميسكويتي يمكننا نوصلوا ان شاء الله النتيجه اللي بغينا نوصلوا ليها. شكرا.